جدا. هنا جورجي فاضي، جورجي مع الكره من اليمين، جورجي وقف عليها، جورجي للباطن، جورجي سيلفا يسجل الثاني في مرمى التعاون في المساحه الفاضيه بمهاره بمراوغه بهدف ثاني ولا اروع. جورجي سيلفا والباطن يحضر بالهدف الثاني. بقول لكم المباراه عايزه فرقه من دول. وجورجي سيلفا يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 82، هدف ثاني. جورجي سيلفا لقى نفسه على اليمين عشان يسجل الهدف الثاني. شوف السرعه، شوف السرعه، شوف الكره، شوف وقفها. ادي السبيدي قال له تعال، راح معاه ومن تحت ايدك يا حضري واتفرج. يا سلام، الباطن احلى كلام. ادي الحضري يحاول لكن حطها من تحت ايده.